وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينام يقرأ السور المسبحات، يقرأ السور المسبحات، وهن سبع كلهن بدأت بالتسبيح، إما بماضيه أو بمضارعه أو بأمره أو بمصدره. أولها الإسراء، ثم يأتي بعدها الحديد، ثم الحشر، ثم الصف، ثم الجمعة، ثم التغابن، ثم تختم بصورة الأعلى. فهذه الصور هي السبع المسبحات، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهن قبل أن ينام. والتسبيح تعظيم لله جل وعلا وتنزيه له عما لا يليق به. فأنتم معشر المسلمين تعلم أن هناك مفردات، هناك ألفاظ لا يصح أن تقال لغير الله، منها قول سبحان، فلا يقال لا للملائكة ولا للرسل ولا لأحد كائنا من كان يقال له سبحانك. ومن عبادة بعض الصالحين أنهم كانوا يقولون وهم يسبحون ربهم سبحان من لا يقال لغيره سبحانك، سبحان من لا يقال لغيره سبحانك. فلا يقال مفردة سبحان، ما تقال وهو نائب عن المفعول المطلق، لا يقال إلا لله جل وعلا، لا يخاطب به إلا الرب تبارك وتعالى، والله عز وجل منزه عن كل نقص.